مشاهدينا الكرام نعود بكم في هذه اللحظات الى الزميله نادين البيطار في معرض قطر للمجوهرات والساعات اذا نادين ما الجديد لديك في هذه الدقائق نعم روان انا حاليا في بدايه افتتاح هذا المعرض الرسمي للمجوهرات والساعات كما ذكرنا منذ قليل في نسختي الثامنه عشر وانا تحديدا امام هذا المختبر هو مختبر معايره المعادن والاحجار الكريمه الذي سيتم قص شريطه بعد قليل وهو مشارك في هذا المعرض وطبعا سيكون هناك معي ضيوف من هذا المختبر تحديدا السيدة إناس محمد وهي إحدى مؤسسات مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة وهذا المختبر هو الأول من نوعه في دولة قطر تحديدا لفحص الألماس في الدولة أهلا بك سيدة إناس وطبعا يريد تخبرينا في البداية عن بداية هذه الرحلة بداية رحلة طبعا هذا المختبر وكيف نشأت هذه الفكرة الله يسعد صباحكم والحمد لله يعني الله يحفظ بلدنا بعد عامين من انتظار معرض المجوهرات نحن دخلنا المعرض بإسراء قوي له بانشاء اول مختبر معايره وفحص وتصنيف للالماس اللي كنا محتاجينه من زمان بدات الرحله نحن عم نحكي من لا يقل عن اربع خمس سنوات ونحن عم نحاول نسعى انه نجيب اكبر المعاهد الدوليه بالعالم لتخدم معرض الدوحه الدولي لفحص وتصنيف اي حجر الماس محتاجين شرائه او اقتنائه طبعا هذا نعم أهمية هذا المختبر أهمية إنشائه في الدولة والله طبعا هو له عدة عدة محاور بيكمن فيها أهميتها نحن عم نحكي أول شيء عن خدمة خدمة التاجر بالدرجة الأولى كون تشهيد قطعة مجوهرات رح تزيد من قيمة القطعة لما تشتريه العميل شغلة تانية نحن منفيد أيضا الزبون المستهلك طبعا بده يعرف نوعية القطع وهالشكل عندك الأهم نحن بنخدم الدولة بأنه نخدم قضاء بحال في أي للورثة في حال بحبوا يفحصوا ليتمنوا تتمين صحيح هاي واحدة من الأشياء اللي كنا نفتقرها عنا بالبلد هلأ صار في مختبر معتمد دولياً راح يعطيك السعر الصحيح، ما نظلم اي حدا، بقطعه مجوهرات بتكون ثمينه جدا وبينحط فيها مبلغ كتير بسيط، اضافه الى هيك نحن عم نواكب عجله التطور اللي عم تشهدها دوله قطر بالذات حاليا مع كاس العالم هلا 2022، انت عم تحكي عن تطورات بداوا فيها وطرحوها حزمه التطورات من 2011 من لما بالذات وزاره التجاره لكمان بالاخص للمجوهرات معرض مجوهرات كونه كاقتصاد لا يقل أهمية عن باقي مكمل لاقتصاد الدولة يعني صحيح. معرض مجوهرات. شكرا لك يا سيدة إيناس محمد إحدى مؤسسات مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة هنا في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ومعي أيضا السيد أحمد العبادلي هو أيضا أحد مؤسسي هذا المختبر لو تضعنا أيضا سيد أحمد بأهمية هذا المختبر أيضا للمستهلك السلام عليكم أحمد لي أحد مؤسسي معهد ومختبر المعادن والأحجار الكريمة أهمية هذا المختبر للمستهلك احنا من أهدافنا هي توعية توعية المستهلك هي بالنسبة لنا هي أهم نقطة ومن حسب خبرتنا في مجال معرض المجوهرات والمشاركة في عدة سنوات لاحظت أن هناك حاجة كبيرة بالنسبة لوجود مثل هذا المعهد لخدمة بالنسبة الأولى للتاجر والمستهلك من الأهمية معرفة ومصداقية الأحجار التي تنباع هنا في المعرض، يعني طبعاً نختلف عن الماركات المعروفة، لا هناك مثلاً أحجار للألماس مثلاً تدخل البلد ومحتاجة أنها يكون لها معايرة، وتزيد احنا من أهم أهدافنا نرجع أن هي توعية المجتمع. توعية المجتمع أن في ما هو الغش التجاري بالنسبة للألماس ما هو الطبيعي ما هو الغير طبيعي وبهذه الطريقة المختبر الذي تم إنشاؤه الحمد لله وسيتم تفتتاحه اليوم يعرف أو يثبت هذه المصداقية نعم <applause> السيد احمد العبيد لاحد مؤسسي مختبر معايره المعادن والاحجار الكريمه وهو اول مختبر لي طبعا فحص الالماس بدوله قطر اشكرك واشكر ايضا ضيفتي ايناس محمد ايضا احدى مؤسسي هذا المختبر وايضا رائده في تصميم المجوهرات اذا كانت هذه جوله في داخل هذا المعرض وتحديدا من يعني جانب المختبر الاول الذي سيتم افتتاحه بعد قليل سيكون لنا ايضا لقاءات اخرى في برنامج جلسه اعمال باذن الله يوم غد والان عوده الى الاستوديو مع الزميلين مروان وروان. نحن سنكون على متابعه بمشيئه الله زميلتنا ندين شكرا لك على هذه الجوله في معرض الدوحه للمجوهرات والساعات.